منذ كليب نادي اسماعيل 35 سنة 35 سنة ومعي خمس أولاد عندي 59 وهي من زمان هنا من ساعة مجد مصعد وأنا هنا بوزة من دقيق وشعير من دقيق وشعير لا وشعرك ليه انت هتاخد المهنة أنا ما أقول لك بوزة من دقيق وشعير أنا المعملها بصنعها أنا في بيتي البوزة حلوة للمعدة وللكلى وللبول وكله أنضف حاجة عليك لا بذكرت بسكر وحدوك منها شوية تشرب لك شوية منها هو سكر خالص حلو كل ستات وكله مشتري مني لا هنا من زمن الزمن هنا معانا هنا مبيع هنا ما فيش حد غيرنا هنا مبيع على الكوبري ايه على الكد يعني مكتب كنت على الكد ومعي خمس اولاد موكلهم من المهنه دي بس ولا معي عبد حكومه ولا معي حاجه وانا قادر اشتغل لما كبرت يا بنتي قادر اشتغل مش قادر زي الناس بطلع لي جرك من فوق بطلع حالي جرك من زمان ولا معي اي شغله ولا مش غير الشغلانه دي وما يكون معايا اي حاجه كنت بطلتها المهنه دي بس ما معيش حد يديني فلوس كنت بطلتها